نوجه لك هذا السؤال اليوم، وينك وطولت الغيبة زي ما يقولون؟ الحقيقة يعني سؤالك يا محمد يعني سؤال كلمة واحدة لكن فيها من رائحة الوفاء. هالجملة هذه تحمل معاني كبيرة جدا. كانت ذكريات كما يقول الشاعر داعبة فكري وظني، لست أدري أيها أقرب مني. ما العمر إن لم تكتنفه مآثر يثنى عليك بها مدى الأيام. وتجيني يا طيب السيرة ويا طيب الساس عذر المحبة بس بيني وبين في نجد أشر فوق روس المراقيب، داري الرياض طويت وادي حنيفة. أنا في البديعة طبعا، والبديعة هذه تعني لي شيء كبير. كنت طيلة هذه الفترة كأنني شخص ينتظر القطار ليعود. أنا هنا يا أنت هيك أبد. الفنان القدير محمد الشنار، حياك الله معنا برنامج وادي. الله يحييك، شرف سعيد اللي والله اجتمعنا فيكم. والله احنا سعد ابو حمد، واسمح لنا نوجه لك اول اسئلتنا. وينك؟ والله موجود، ولكن الظروف اللي يعني ابعدتني عن الساحه شوي، ظروف الوالد وكذلك الاخت، كنت مسافر باكستان، ولكن الحمد لله تحسنت الظروف. كنت مرافق لوالدك في البدايه بسبب مرضه، وبعدين اختك يعني كنت مع الوالد فتره، وكذلك اختي تعبت وسافرنا لباكستان فتره للعلاج، وبعدها رجعنا وبدينا الحين على الساحه استراحات مع بعض الشباب، نواصل ما قطعت يعني، بس اني ابتعدت عن رسميا عن الساحه الفنيه. ابتعدت من قطع اخبارك يعني من فتره طويله يعني. اي انقطعت واشغال والعمل، والان بعد ما تقاعدنا من الجهه الرسميه بدينا نجتمع الفنانين واحبابنا واصدقائنا. بدأت ترجع للحياه الفنيه ومجتمع الفني يمكن مع الزملاء، نبدينا معهم ولازلنا معهم. وفي اعمال جديده نقول ان شاء الله؟ والله في اعمال جديده، في واحد من الأصدقاء قدم لي عمل جديد اللي هو الأخ حسين نادر، وهو اللي يعتبر آخر شيء لي. كم حنجي نسمعها، بس كم آخر ألبوم لك؟ متى قدمته؟ عام كم؟ يعني كم لك فترة الآن معتزل أو مبتعد عن الفن؟ البدايات طبعاً من الثمانينات. أي 88 ميلادي أول ألبوم. أي نعم. واخر الشري يعني اخر عمل لي رسمي ولا لا رسمي؟ يمكن مو يعني فتره يعني يمكن 10 سنوات او كذا بعدها يعني. يعني تجربتك الفنيه ما استمرت كذا؟ ما قدمت استمر. فيها ما استمرت، قدمت فيها 4 ألبومات. اي نعم، اللي اولها محبوب قلبي من اشهر اعمالك. ايوه نعم، محبوب حضرت الله. كثير وانتشرت. اي نعم انتشرت كثير، وكان على وقتها الله يذكره بالخير علي سعد هو اللي كان أنتج هذا الشريط الأوتار الذهبية، وشاف انتشاره طيب ذاك الوقت وحب أني أستمر، يعني شاف لها انتشار طيب وقال انتبه يعني لا تكبر عليه ولا روح وخليه يعني. بس الحمد لله يعني على انتشار جيد ذاك الوقت أنا ذاك، وبعدها اقول لك حصلت لي هالظروف هذه وابتعدت عن الساحه الفنيه. شو احنا سعيدين انه انت متواجد من خلال وينك اليوم، وتعود بذكرياتك وتجربتك اللي حضرت كثير ان شاء الله. نحوز على رضاكم ان شاء الله باذن الله. خلينا نرجع ابو حمد للولاده اول شيء، عام كم؟ والطفوله وين كانت؟ تاريخ ميلادي 1/1 على ما واحد يقوله، ولكن يلا 1/1/1385. ايه العمر كله عليك الحساب. والطفوله ولاده وين؟ في الرياض. في الرياض. وين في الرياض؟ اي قريب، لما ما بين
بداية حياتي طبعاً في العود. إيه. في العود. وأنت قلت العزية. وبعد العزية الآن في الشفا. إيه. فحدثني عن طفولتك. وين يعني إيش تذكر من قصص ذكريات لك مع الوالد الوالدة؟ الدراسة أيضاً. الدراسة طبعاً نفس الحي اللي كنت بادي فيه. يعني. والذكريات طبعا مثل كل الناس يعني ما في اختلاف انا ما اختلف عن الناس ذكريات زي ما الناس عندها ذكريات ولكن بدايتي في العود كنت ذيك الايام يعني بهذل الوالد الا ابغى اشتري عود وانجح يعني شرى لي عود كنت سنه رابعه ذاك الوقت وافق الوالد يجيب لك العود ولا والله وافق لان قال لي تبيني انجح اشتري لي عود هو يبغاني ينجح نجحنا شريت عود الهدية يعني إيه هدية عود وما وده طبعا بس يبغانا ننجح ذاك الوقت الظاهر ونجحنا واستمريت في الفن في المدرسة كنت تغني ولا لا لا ما في المدرسة ما كنت ما في لا لا إلى هذه اللحظة يعني أسرتي ما أقعد معهم في الفن ما فهمت كيف يعني أني أجتمع بالعود حتى عيالي ما يشوفوا العود عندي في البيت اللي كأني حرام عمي توفى الله يغفر له ويرحمه كان يبغى يسمع قنية يا أهلي يا أهلي في المنام والعتاب توفى ما اسمعها منه الله يغفر له كنت أتنحش منه ما عندي ذاك الرغبة أني أدق عند أسرتي ما أدري ليش في بعد مع الشباب في حفلات تخذ رجال أما مع الأهل سبح الله العظيم مع أنه ما كان في معارضة يعني هو ما كان ذاك المعارضة هو الوالد يقول أهم شيء عندك دراستك وعملك هذا أهم شيء عنده وأنا طبعا نفذت هالكلام هذا عمك عمك الشاعر ناصر لا هذا الشاعر ناصر الله يبيحمنا منه توفى طبعا بعد لقائكم بعد بفترة طبعا هذا عمي أخو أبوي الواقف عبد الله جاء تعب وتوفى بس كان يبغى مني هالغنية هذه ليتني والله غنيتها له قبل يموت ولكن مكتوب كان ودك أني غنيتها له اي والله كان ودي غنيتها له ولكن مكتوب بعد الأجل الله يرحمه الله يرحمه وتأثر تقول ببشير والفنانين وكان وقت هذاك لي أنا ذاك الوقت كان في برنامج استوديو رقم واحد إيه وكان ذيك الأيام معي عود شجعوني مع الزملاء وكان فيها مكافأة رمزية ورحنا وكان المذيع أنا ذاك محمد الرشيد ولا ما إذا ما أني ناسي الله يرحمه إيه توفى الله يغفر له وكان في غنية اسمها الله لي الله لي جزاك يا عادل حقت بشير كنت أحبها وكنت واقف مع الصف اللي كان مكان يعني استوديو عندهم فقال تعال يا ابو عود جيت وفيني شوي من الربشه شوي كم عمرك يعني قلت لك انا اتوقع انا من ال 15 وفيها هذاك الوقت يعني تمكنت شيء بسيط يعني مو بذاك التمكن فقال تعال انت يا ابو عود جيت وغنيت كنت يعني في شوي من الخوف أول مرة طبعاً الغنية هذه محبوبة لدى الشباب اللي الله يجزاك يا عادل خير شجعوني بعد انطلقت غنيت وراح الحياة يعني وش والحمد لله يعني ذاك البرنامج كان سبحان الله لها شعبية كبيرة الساعة 12 يعرضونه يسجلونه الظاهر أتوقع أنا من بعد العشاء ولجي الساعة 12 يبثونه تقول نستنى هالبرنامج على حرم الجمر نبي نسمع أصوات ونبي نسمع المقلدين وفيه يعني وشاركت فيه والحمد لله جاء برنامج ثاني اللي هو عبد العزيز بدر الله يذكره بالخير سوى وطلب مني أن أكون ناقد يعني أشوف الفن هذا كويس ما هو كويس وجاء برضو فيه فنانين معروفين كذلك بس البرنامج ما كان مثل برنامج أول. إيه. برنامج أول كان له شعبية كبيرة. اللي هو برنامج استديو رقم واحد. إيه سواه الله يذكره بالخير عبد العزيز مبدل
سوى هالبرنامج هذا. عام كم؟ ما يعني النجاح اللي كان يتخيله ويبيه ما كان. عام كم كانت مشاركتك في برنامج استوديو رقم واحد؟ تذكر؟ القديم مع محمد درشيد الله يرحمه. والله تاريخ قديم ما أذكر. ما تذكر؟ الكبر شوي. العمر كله. طيب نسمع الأغنية اللي غنيتها إذا تسمع. حقت بشير. إيه؟ عشان نذكر كلامها بعد. ترى مو بطيء. بشير حمد شنان ويمكن أتوقع أنها من أحلى أغانيه ولو عنده برضه أغاني كثيرة بس أنا أشوف هذه يعني أبرز الأغاني اللي تأثرت فيه كثير. تأثرت فنانين آخرين ولا؟ والله عندك برضه حمد الطيار وفهد بن سعيد هذا الفنانين اللي كانوا أول وقتها يعني. طيب العمل وقتها أنت قبل لا ندخل في بداية ألبوماتك الرسمية أنت الفن ما كان عندك يعني ما أخذ الفن هواية عينا إيه؟ أنا هدفي أن أنا أكون عندي هواية وهم شيء عندي عملي. عملك وين كان أول ما توظفت؟ والله كنت في إدارة حكومية إيه؟
عسكري. ما ودنا نقولها يا عسكري. اي بس ما فيها شيء. لا كان هذاك الوقت العسكري ممنوع عليه الشيء. ايه استقعدت الحين. ايه ما عاد على من هو. الحين تغني براحتك. اي براحتك. انا كنت والله غني براحتك. انا غنيت اي نزا. على ان قد اعطاني ضوء اخضر. مسؤول عندنا كبير. كان غن. وصاحب سمو ملكي بعد. ايه من هو؟ والله يخاف اقولها يمكن ما ودي انا اقولها. يمكن يمكن ما ودي اقولها. هو قال خذ راحتك. كان مسؤول هو كان مديرنا بعد في نفس القسم حقنا وقال لا عادي. بس قلت له ما دام اني دعوه ما حد قال لي شيء خلني. هو اعطاك الاذن ليش ما هو اعطاني الضوء الاخضر الله يطولنا في عمره. بس اني انا مشيت. لأن ما كان يعني هدف إني أوصل هواية وشاركت ونجحت وبعدين وقفت وغنيت غنيت عادي ولا ما حد والله مسؤولين الله يمسن عليهم بالخير اللي حي حي واللي مات مات ما حد من هني زين. أنت كيف في أحد علمك على العزف على العود ولا لا والله أنا علمت نفسي لأن الهواية ترى أي واحد عنده هواية في شخص معين تلقاه يجيدة يعني مثل الفارس والسباح واللاعب كلها هوايته سبحان الله العظيم. وطبعا آلة العود هذه ما كل واحد يجي يقول لك بعزف عود راح يعزف عود. كثير ناس يقولون يشتري العود يبغى يعزف ما يجيده يعني. في انا قد اذكر في واحد قال لي ابيك تعلمني العود. قلت طيب انت تحب هذه الآلة ولا بس تبغى؟ قال لا انا ابغى اتعلم عشان أغني في الحفلات وأخذ قروش. يعني في باله فلوس مو في باله تعليم عود. ما نجح ذا. طبعا الهواية لها دور، محبة الآلة لها دور، فاللي تجده يحب الشيء يجده يعني. ما أنت تعزف على آلات ثانية؟ تعزف على الكمان؟ والله أنا في الكمان لي يعني صولات وجت، بس مو بذاك العزف اللي ما بعد ولا ورا يعني هاوي وماشي حالي فيها يعني. شو عزفت مع احد على آلة العود مع فنانين اخرين ولا لا؟ والله انا في فنان المستقبل اشارك معه اللي هو اخوي مشجع بن مسفر. صراحه فنان ان شاء الله له مستقبل. هو اللي انا اشارك معه في العود. وابو عبد الله السعد جمعه برضه انا اشارك مع عود وكمان بعد قد شاركت مع زمان. لا انا برضه ما لي فتره انا وسعد جمعه يعني طبعا نجتمع في مكان معين من الاصدقاء واعزف معه كمان. بس في البدايات عزفت مع فنانين اخرين ولا لا؟ في البدايات ما عزفت. ما عزفت. لا بس الاثنين هذول اعتبرهم اخواني. علاقتك مع سعد جمعه اي علاقتي هو يعتبر الاخ الاكبر. ما تاثرت فيه فنيا الا والله لها اغاني يعني اغنيها دائم. بالعكس ابو عبد الله فنان الان هو يعتبر الفنان الشعبي الاول في الوقت الحاضر. وبعدين ابو عبد الله ترى فنان يعني صوت واداء يعني ما عنده شيء تعيبه ابو عبد الله. واعتقد سويت انت مع المقابله صحيح. فنان كبير وقدير. تأثرت فيه يمكن حتى في اللون العدني؟ لا هو شوف أنا أحب اللون العدني. ايه؟ وهو أستاذنا في اللون العدني في طبعا في المملكة العربية السعودية طبعا. طبعا العدنية لهم تميز فيها طبعا. بس إنه بنحبنا لهذا اللون لأنه لون راقص لون حلو يعني. حتى لو تجلس في مجلس وتعزف هاللون هذا يعطيك طابع حيوي شوي. صوتك فيه من صوت سعد جمعة فيه شبه ولا؟ والله كثيرين يقولونه. ايه؟ والله ونفتخر لك ان نشبه ابو عبد الله. والله لنا الفخر. بس تقدر توافقت الاصوات ممكن. ولكن اذا كان صوتي مثل سعد جمعة والله لي الشرف. ابو عبد الله فنان يستاهل كل خير. في مرة قلت أنت إنه أنت أفضل من يغني باللون العدني أو والله مو بأنا اللي أقوله هم يقولونه. وأنا اللون العدني تعلمه من أبو عبد الله هو الأول طبعًا.
بس اني انا احب اللون العدني دائما طابعه حلو، حتى في المجالس لصات جلسة بين الأحباب والأصحاب ولا مناسبة تلقاها هي والخبيتي متقارنة بين بعضها. أتوقع أن هذا رأي شخصي طبعا، هذا فيه حركة وذي فيه حركة. والعدني طبعا تلاحظ إيقاعها يعني محبب لدى الناس. غنيت عدني كثير والله. وش أبرزهم لي ولا لك؟ أنا قد غنيت زمان للشاعر محمد السعد، ملحن طبعا ده، بس إني بغير لون ثاني لأني أنا ما أحفظ ذاك، لأن هذا وقت على وقت شريط ظاهر جرح الحب أتوقع قديم شوي، والكلام والله ما يحضرني شوي، ولكن إني بغير لك أغنية ثانية إن شاء الله تحوز على رضاكم. طيب نسمعها. وغناها برضه سعد جمعة اللي هي حبيبي. يلا نسمعها.
دم صوتك يا ابو حمد. هذه طبعا غناها ابو عبد الله ومن احلى الاغاني برضه، وانت بدعت فيها. الله يسلمك ابو عبد الله، هو المبدع. الفنان القدير محمد الشنار، نكمل حوارنا وحديثنا. أبو حمد، أول ألبوم رسمي لك، وهو كانت الانطلاقة والشهرة اللي هي محبوب قلب. أي والله، عام 88 ميلادي. فحكي لنا عن فكرة الألبوم، وكيف يعني كنت قبله وما بعده. هذا كنت مع الشاعر عبد المحسن السليمان، وكتب الكلام هذا، وكان وقتها عنده يعني أشياء في نفسه. كتب الكلام وكنت أنا موجود رحمة الله عليه، وأعطاني الكلام. كنت أنا وأنا معه بين حوار جالسي كذا، وأنا يقول الكلام وأنا دندن، ولحن اللحن هذا. أنت لحنت؟ أي لحنتها. كان لازم ننزلها في بوم كذا، قلت خلاص يلا مو مشكلة. أنت قبلها ما عندك أي ألبومات؟ بس إيه جلسات يمكن خاصة. كنا تقليد مع الفنان، بس الشريط هذا كنا أنا وياه رحمة الله عليه سوى الكلام. ورغم أن هذا الشعر ترى والله من أبرز الشعر، شوفه توفى عشان ما يزعل عليه، توفى كان دفتره ب40، بس الكلام اللي جوا ذهب، كلام يعني صراحة من الشعار اللي على الأسف شديد أنه ما طلع. طلعت هذا محبوب قلبي راح، بس المفروض أنه هو من الشعار اللي ما له مكانته في الساحة، ولكن هو بعد ترى بعد الله يبيحونه من ما كان حريص واجه. ما هو حريص عليه، مو حريص واجه، بس كلامه صراحة يعني يدخل القلب على طول. كان عنده أعمال ثانية قبلها ولا؟ لا لا لا، ممكن أنا الوحيد اللي تعاملت معه. كنا أنا وياه سوا يعني. كتب الكلام، قلت ايش رايك والله الكلام ذا جميل، قال خلاص خلنا نغني. قلنا يلا. كان وقتها علي سعد قلت لك تبع له ترى الذهبيه، جمعنا اربع اغاني من ضمنها يا صاحبي ولا سأل عني الحبيب ورهنت قلبي اتوقع كذا، وغنيناه ونجح الشريط، صار لها صدى يعني هاك الوقت، وغنه الشباب في الجلسات وفي اليوتيوب اسمع ناس غنونا واجب، صارت تغنى في الأعراس. إيه كان يغنونها طبعاً، كل واحد يستأنس يعني يفتخر إن غنيته ماشي. والكلام صراحة هو اللي يعني أبرز اللحن. وين سجل؟ شلون رحتوا؟ كان الأوتار الذهبية. الأوتار الذهبية. كيف رحتوا لها؟ كيف؟ كيف رحتوا لها يعني، أو كيف تم؟ هو اللي جانا يعني الوقت كان علي سعد يسمع. يسمع الفنانين اللي لهم يعني المجال جلسات وهذا، يقول ودي انك تسجل. قلت يلا، وافقت هي اساسا. كنا نروح له، كنا بنروح له جانا، وسويناها عند هتاف حق سلام العبد الله يرحمه، الله يغفر له ويرحمه. وكان وقت علي سعد هو اللي يعني ماسك الشغله كلها يعني، كان لذاك الوقت سمعه طيبه ينتج. الآن خلاص ما عاد في إنتاج، الحين النت الحين قفل على الجميع من زمان. إيه قفل على الجميع، ما عاد في شرطة، ما عاد في إنتاج الحين. الحين صار النت الآن تتغنيها الحين في يعني في خلال 5 دقائق توصل فرنسا، صار الانتشار واسع في النت. سوينا هذا البوم ونجح وصار له صوت طيب. تذكر كيف انتشر؟ كيف الناس ردت فعل الناس؟ أيوة الصحافة، الإعلام. إيه هي كان له. وش اللي صار؟ لا يعني كان أنا مسكت عليه، كان أول يكتبون في الشريط باللون، كان أول ما نزلناه لون أزرق، شوية أشوف مع واحد باللون أحمر، عرفت إن الرجال يطبع. إيه عرفت إن الشريط انتشر. كم طبعت تعرف؟ هو ما يعلمنا طبعا، بس الألوان هي اللي تبين لنا. شريط طبعة الأولى، طبعة الثانية، طبعة الثالثة، طبعة الرابعة، معناته أنه ماشي. من هو اللي ما يعلمكم؟ صاحب الإنتاج ما يعلم. من هو؟ علي سعد. إيه ليش ما يعلم؟ لأنه لو شاف انتشاره واسع بتطلب منه زيادة فلوس، عشان كذا ما يعلمنا. كم أخذت؟ بس والله هاك الرجل جيد يا أخي، حبيب الرجل. كم أخذت مقابل هذا العمل يعني وقتها؟ وقتها
أدري والله وقتها، بس كانت ذاك وقتها كان الألف له دور، بس أنا ما أخذ ذات وقع 12,000 على الألبوم كامل ولا 12,000 بس كانت 12,000 وين؟ أنا شاري 222,000 وقت جديد. فيها نشتري 22,000 وش ذي؟ أنت موتر موديل 2001 قيمته 35 ذا الحين. اختلف النظام. وعلي سعد ذاك صراحة تعامل مع جميع الفنانين. وسمعته طيب الله يعطيها العافية. طيب نسمعها منك إذا سمحت. أبشر. نسمع كلامها أول إذا تقدر. سم. حافظ كلامها. إيه. أنا حفظتها من كثر ما يقولون إني ناس غنها. سمعناها نبغى نسمعها منك يلا قلت. نسمعها كلام بس نقدر. يقول محبوب قلبي راح مع ناس ما شونه وغيروا دروبه وانهوا زياراته. الله أكبر كيف ناس اني يغشونه ويحرموني الزين ويعيش بحسراته. الله. الحال ما من حال قضيت بطعونه وسمني الحال وليت بسواته. ذكريات رجعناك للإسلام.
رجعتنا الأيام الحلوة. إيه محبوب قلبي راح لها دور حلو وسمع يعني يعني جيد مع أيامها، كانت لها صدى جميل والله، ولا زالت تطلع مني، ولكن الجديد أفضل يعني. أكيد راح نرجع للجديد. في نفس الألبوم أبو حمد كان في أغنية يا صاحبي. يا صاحبي لا تحسب أن نسيناك النفس ما تقدر تناسها، برضو هذه حلوة. كلمات مين؟ هذه كوكتيل كان فيها مساعد عبد الله عشان ما يزعلون علي، وعبد الرحمن الحوتان برضو الشاعر وعبد الله حمير القحطاني. كنا في مكان معين وجت الكلام الأول، صار في تنسيق يعني. شلون الكلام الأول مين؟ الكلام الأول هو ما بين مشترك، أنا جبت الفكرة وعادهم شعار كملوا، ولكن حطيتها باسم سعد العبد الله، حطيت الكلام لمسعد عبد الله، وأنا ومساعد وعبد الرحمن وعبد الله حميد ذاك الوقت كلنا أخوان. ما زال اللي سجله باسمه يعتبر ما زالوا عليك الباقيين ولا؟ لا لا كلنا أخوان ذاك الوقت، ترى قلوب أول موز قلوبنا الحين، أول كان مجتمعنا حلو يعني كل واحد يحب للثاني الخير، وقريبين من بعض فنيين. اي وقريبين من بعض فنانين والملحنين والشعراء. جلساتكم واحدة كان في واحد الله يغفر له ويرحمه بنجر الفايز، كنا نجتمع عند عبد الرحمن الحوتان له شقة، يجي تيع مسعود ويجي مزعل ويجي راشد الفارس، وسوى لحن انت يا بنجر فايز بكلمات عبد الرحمن الحوتان انغام، وخذ عبد الرحمن وبديع ظاهر مزعل الله العالم سوى ذا الفكره، وشريط له يمكن فتره طويله نجح الفكره هذه. بس بنجر فايز يعني له يدي بيضاء مع سعد ومع بدر ومع عبد الرحمن الخيلان مع عبدولي كان يماني ناسي، وملحن اخلاق هاك الرجل، ولكن الحمد لله. جميل. طيب لحن يا صاحبي قريب من لحن اغنيه يا ناس احبه. ايه ايش قصه اللحن؟ والله اللحن انا ما ادري هو سمعه مني ولا سمعته منه، والله ما ادري، ولكن اني الظاهر هو قريب يا ناس احبه واحب اسمع سواليف. بس في فرق، حتى الشاعر الله يذكره بالخير علي عسيري، كنت عند الملحن محمد السعد قال طلب مني ان اغنيها في الشرقيه في التلفزيون في الدمام، غنيتها الاغنيه هذه ونزلت في التلفزيون. اي بر بس تلفزيون الشرقيه. اي برنامج تذكر ولا؟ الساحل الشرقي. اي نعم لو ترجع له بتلقى، بس قديم الكلام. وقال لي واحدة هذه مهي لك ولا؟ قلت فيها فرق، ولكن أنا عاد ما أدري، وبغنيها لكم اسمعوا وانتوا عاد احكموا. أنت غنيتها في ذاك الوقت؟ أنا أي ما سمعتها لا من عبد لا من الفنان علي عبد الستار الظاهر حق قطر ولا أي. أي. بس أنت 88 ألبوم أي. أي. ولكن ما أقدر أقول لك إنه سرقني ولا سرقته، والله ما أدري. إذا كان هالدعوة غنى أنا محمد عبده سرقني ما دريت إنه سرق. ننهي الموضوع يعني. وكاك تحبني أسمعك إياها تشوف تسمعها وتحكم؟ نبي نسمع. رمبا.
صاحبي لا تحسب أنني نسيناك نفسي ما تقدر تنسى هواها تنسى يا صاحبي لا تحسب أنني نسيناك نفسي ما تقدر تنسى هواها لا من ذكرت اسمك ولا حل طريقك عيني لذيذ النوم ما عاد جاها ما عاد ما عاد جاها حرمت عيني لذة نومي وشاك نوم وشاك وخافي من دمعي سبب عمها سبب عمها حرمت عيني لذة نومي وشاك خافي من دمعي سبب عماها أمشي وأفكر يا الغاضي وين بلقاك من سبتك نفسي لحقها عانها لحقها عانها لحقها عانها الله يحكم فيها شوي ولا اللحن فيه والله انا يعني انا اول ما سمعتك تعزفها قلت لك قريب هو في البدايه ايه؟ تقولها ولكن هذا اللحن يمكن توافقت توارد الخواطر نعم الخواطر فيها ممكن او اوتار اي طيب بعد بعد نجاح هذا الالبوم قدمت اربع البوم ثلاث البومات يعني ايه اجمالي او مجموع البوماتك كانت اربعه اي نعم وفي مهرجانات ايه بس ما تعتبر يعني الأساسية مهرجانات غنائية يعني ايه ألبومات ايه وش قدمت الألبومات ومهرجانات المهرجانات كنت أنا وسعد جمعة وواحد قال عبد الرحمن المهيزع مساعد عبد الله واحد والله هني نسيت اسمه مساعد كان يلحن ولا بس يغني لا مغني معنا مهرجان ايه طبعا ايه هذا قلت لك أنا المنتجين يحاولون يسوون مهرجان عشان يكسبون من هو الفنان كل واحد له لونه ياخذ يشتري عشان فنان المفضل يعني فيكسب صاحب المنتج هذا هل حصل خلاف بينك وبين مساعد عبد الله لا لا ما في بالعكس اخو صديق ما قد صار اي خلاف لا بالعكس اخو صديق ولا يومك هذا ما عندي خلافات انا محمد السنقلين يمكن ايضا والسنقلين برضه الله يغفر له ورحمه توفى الله يرحمه يعني جيتها فترة تعب وتوفى لا بالعكس برضه كل اللي تقول عليهم كلهم يمكن أقول لك أخونا الثاني ما هو أخوي اللي جابتهم أخوي الثاني إيش رأيك في الفنان محمد سنقري الله يرحمه كملحن والله فنان يعني صراحة أدى عدة أغاني فيها من الأغاني اللي يقول يا عيد بلغ نور عين التهاني قل له مبارك عيدك اليوم يا عيد الله حلوة من هذه الغنية ولكن في الفترة الأخيرة تعب عندها مشكلة في البطن كنا نزوره ونتابع موضوعه وجاء فترة من الفترات قال والله توفى هنا عاد حكمة الله ما بلدي الله يرحمه ولا بالعكس عزيز وغالي الله يغفر له ويرحمه من أفضل الشعراء أو أقرب الشعراء لك والملحنين اللي تعاونت معهم
والله تعاملت مع فهد الحيدة وعبد الرحمن الحوتان وعبد الله المطرف والملحنين. والله الملحنين قلت لك هذا اللي لحن الأخير هذا حسين نادر وفهد قد فهد الحيدة الشاعر وملحن في نفس الوقت بعد. والله ما أذكر زمان. أنت تكتب شعر؟ لا ما كتبت. نعم كتبت كنت في الدورة اللي يقول وقالوا إني شاعر وأنا ما بشاعر. يقول يمكن ما أذكرها يبوي تراي أنا من الميدان مليت يبوي يظني ولا انجدوني رح في تالي الليل ونيت ما الفجر ما غمضت لي عيوني ياما على باب الزيارة تحريت سكر باب الخفير ما زوروني قالوا لك شعر هذا مو بشعر خواطر كلام هذه شكاوى شكاوى ما تعتبر شكوى هواجيس لا كان فيه زيارة وكان فيه ناس الظاهر في الطلبة شو من دخان وجو المدربين قالوا يلا امنعوا الزيارة وردوا وكان من ضمنه الوالد جعله في الجنة وقلت هالكلام يعني تلقائيا يعني كذا تركيب مو بشعر تركيب كلام. طيب الألبومات اللي قدمتها بعد البومك الأول جرح الهوى كان أو جرح الحب, الحب. أي والثاني رهنتي قلبي أي وتركني مصيبة تجلب علي الهم وتقفي بالأحلام الله اللي عيوني دائما اللي تجيبه لو كان نازح الدرب قدام. يا سلام هذه كلمات سلطان سلطان عليه. أي والألبوم الرابع لا هو محب قلبي راح ايه ورهنتي قلبي وجرح الحب ايه والمهرجان يمكن المهرجان ايه طبعا المهرجان ما له مسمى معين ايه المهرجان يعتبر مهرجان اسمه مهرجان غنائي حطون عدة فنانين بس صورهم وأغانيهم. من تحب تغني من الفنانين الآخرين؟ والله أنا يعني ميول للعدني وحب فيصل علو يعتبر الفنان الأول بالنسبة لي أنا يمكن يزعلون علينا اليمنيين الجمهورية اليمنية أنا لا فنان المفضل. ليش يزعلون يعني؟ وصل الأغنية اليمنية للسعودية أعتقد صحيحين فيها أبو بكر وبرشد ناجي وفي فناني بس فيصل علوي يعتبره هو الأول اللي وصل لنا طبعا بترجمة سعد جمعة لنا. طيب الأغاني الجديدة وش عندك من جديد أو لو أحد سأل؟ عندي هي أنا ببين في ناس عطني أنا رمبا أبو محمد هذه تقدر تقول غنائية تقدر تقول شعبية بس أنا ببين للناس إن عندنا شيء جديد مو هو بلازم الشعبية إحنا نقدر نغني ترى أنا كفشت واحد ملحن غنى له عبد المجيد وغنى له راشد وغنى له رابح وغنى له كم في الحسع توفى الله يغفر ما نبقى اسمها يقتبس ويعطي لدرجة انه ملوا من صار اللون واحد يعني تسمع الغنية تقول هذا منه لين يطلع واحد فيهم يعني بعد ما خلاص قدم ما عنده غيره خالد الشيخ وراحوا لفلان وفلان وناصر الصالح وراحوا للملحنين الثانيين ويقولون الشعبي هو اللي مو مسوونه الحين وانا بسمعك اغنيه قد من سويتها من عندي رومبا Thank you.
فقد الاحساس يا قوي الباس ما تشوفي مظلومك ما تشوفي مظلومك يسهر مع الهوجس يظنك عز الناس مجروح وميلومك مجروح وميلومك يا عايش بقلبين ماشي على دربين يا عايش بقلبين ماشي على دربين من يقدر يلومك من يقدر يلومك من يقدر يلومك من يقدر على دربين من يقدر يلوم من يقدر يلوم طب العود مرخي زيادة على صوتي حقيقة عجبتني فيها شجن فيها اي اقول لك يعني في عذوبة وفي واحدة ثانية يعني تسمعها تقول الخالد عبد الرحمن وانا اللي مسويها وقد أيه سبق قد حصلت مناسبه وقد سوت سمعها بس انها شفت الرجال ما هو بلها يعني اي واحده هذا اللي يقول كل ما مريت أيه في ذاك المكان شفت نورك يا الحبيبه من بعيد مثل ضوء الشمس يشرق له يبان من سنه صوتك في اللمعه يزيد لا تقول احيا لا ما به امان وشلون من قد ما تحيا من جديد يا سلام الله هذه مسويه برضه جديدة عندها هذه جديدة أيه بس حتى الكلام أنا حسيت إن فيه من روح خالد أو أيه كلام اللي يغني خالد تبي نسمع أي بنسمع أنا بطلبها بس إن في تشابه يعني أي وأنا قد قلت لك أنا قد صار بيني بس إنه شفت يعني وش صار أنا فهمت لا لا هو ما قال لا إيه ولا لا أيه شلون أنت حطيت إياها ولا لا كانت مناسبة أي وقلت والله وش رايك في اللحن هذا زي اللي يعني يقولك كويه ولكن ما صار شيء كيف علاقتك مع فنان خالد برهان والله ما ذيك العلاقه اللي روحه وجيه ولكن الرجال كل ما شفنا بعضنا كل واحد يقدر الثاني وهو طبعا خالد محترم فوق الاحترام ونعم فبنايه ونعم فيه الكل يجمع على هذا الكلام اي نعم طيب نسمعها كلام مين هي حسن طبعا الكلام ذا مسويه من زمان Thank you.
في ذاك المكان شفت نورك يا الحبيبة من بعيد مثل ضوء الشمس يشرق ليبان من سنة وجهك في اللمعة يزيد من سنة وجهك في اللمعة يزيد كل ما مريت في ذاك المكان شفت نورك يا الحبيبة من بعيد مثل ضوء الشمس يشرق ليبان من سنة وجهك في اللمعة يزيد صور الماضي في عيونك معان لا تقول أحيا لا ما بأمان وشلون من قدمك يحيا من جديد أذكر الذكرى يا روحي وعيد وصور الماضي في عيونك معان لا تقول أحيا لا ما بأمان شلون من قدمك يحيا من جديد وشلون من قدمك يحيا من جديد يقول لا تقول احيا لا ما بها امان وشلون من قدمك يحيا من جديد الله صدق كلام يعني صراحة عجبني هالكلام فعلا من مات معدوم كيف تختار الكلمات بالعادة يعني ها؟ اختيارك للكلمات الكلمات اللي تغنيها طبعا تجلس انت الشاعر الشاعر يسمعك وطبعا الزين واضح مبين الفراولة من بدة الفوكة واضح حمراء احيانا تبي فراولة احيانا تبي مانجا لا لا الفراولة هي احيانا ماسك السوي شوي أبو حمد أسعد بلقائك ورؤيتك من جديد وأتمنى أن نشوفك يعني مع هذا الحراك الفني الكبير اللي قاعد يصير اليوم في إن شاء المملكة الله. بإذن الله إن شاء الله أبو حمد أسألك عن الحفلات اللي أقمتها في سوق واقف في قطر وذكرياتك فيها والله سوق واقف صراحة جالهم فترة استقطبوا من فنانين الشعبيين كثافة وأنا كنت من ضمنهم ولكن سوق واقف الله يعطيهم العافية مستعلين في هذا اللقاء صراحة مهيئين لجميع السبل وإنهم يعطونك تذكرتك كنت في السعودية لين تطير وانت فوق هام السحب لا من تكريم ولا من استقبال ولا من يعني صراحة وش أقول لهم أما أقول لهم الله يعطيهم العافية والله يستقبلونك ويشوفون ايش اللي تبغاه وايش الاغاني اللي تبغاه تغنيها ما يمعنونك ابدا غنيت في سوق واقف اي نعم غنيت سوق واقف كلمني الاخ عبود خوجه طبعا من طريق الاخ العزيز عزازي وكلموني ورحبت والله ورحت وغنيت هناك احيت حفلات اي والله هناك كثير يعني قدمت لا والله طلعه واحده يعني عندهم مره واحده رحت مره واحده رحت لهم غنيت مره واحده بس اي نعم غنيت مره واحده والحمد لله ونجحت الحفله الحمد لله ولكن بعد الفتره هذه اللي عندنا طال عمرك الحين موسم الرياض موسم خلاص احنا ما عاد الا عند لهم يجونا ما عاد الا نروح الحمد لله وهذا يعني من صالحكم كفنانين شعبيين أيه نعم كفنانين نعم بشكل عام والفن في المملكة يعني أيه والله فعلا هذا التطور بالعكس صار تطور كبير جدا وغنى فيه الكثير أنت ما غنيت والله أنا كان فيه اللي يقولون عليه الصقور أيه كان فيه فنان ظهر غايب عن أو ما وكلموني في الأخير ما حبيت أروح خلاص كان وقتها ما أنا مستعد
يعني كل اللي كلموهم الأولين مستعدين. أي. أنا الآن مع أخوي أبو محمد مبارك الدوسري مسي عليه بالخير معنا، سوينا بروفات بس في كان في تغيرات في الوقت، والآن صار في تغيرات في المغنى، مسوين بروفات على المغنى وغنينا الحين شيء ما كان مستعدين له. بس الحمد لله معي معك الشباب محمد مبارك الدوسري يعني متمرس وعارف الشغلة ويفهم الشيء الله يعطيه العافية. ومعي فهد الطوالة برضه من الإعلاميين الله يعطيهم العافية، هم اللي ساعدوني برضه في المجيء وشجعوني برضه. وحنا نشكرك على جيتك وتفاعلك وحقيقة وروحك الجميلة روحك الطيبة. أنتم اللي خلتوني أتفاعل كذا. الله يحفظك، وإن شاء الله نشوفك في سواء في موسم الرياض أو مواسم المملكة أو في مناسبات وحفلات إن شاء الله بإذن الله قادمة إن شاء الله. طبعا إحنا تكلمنا عن موضوع الكمان، فنبغى نختم لقاءنا، إذا تحب تقول شيء في نهاية اللقاء والأخ فهد يعطينا بس الكمان تفضل نختم فيه. الكمان بختم فيها بس لا يظن الظن الناس أني أنا الحين يعني عازف متمكن ولا ماهر. ايه على قدي طبعا. لا ما شاء الله. ايه نعم. طبعا بنغني تقاسيم ولا لا؟ تقسيم هذه تحب تدخل اغنية خفيفة بسيطة ما في مشكلة تعطيني فهد. شكرا يا فهد. ما في صوت. تفضل. ما في صوت. قرب الصوت هذا. بسيطة يعني. الله عليك الله عليك عطني الله عليك. أنا سعدت أبو حمد في لقائك اليوم. الله إيش تحب تقول في نهاية حديثنا؟ أي كلمة توجهها للجمهور؟ والله نهاية الحديث بيني وبينك إني أشكرك أول شيء ونيابة عن زملائي الفنانين أشكركم واجبنا. وأنت والمذيعة المتألقة مشاعل عبد العزيز وأنت يا أبو سعود يعني صراحة بحثت عن فنانين سواء أنا أو غيري، ترى مو بسيط، ترى في فنانين يمكن أرقامهم غير موجودة، فأنت بذل جهدكم تدورون وتبحثون وبعدين ما شاء الله عليك قابلت الكثير من الفنانين والشعار
والأدباء واللاعبين ما شاء الله عليك تكلف عافية. والشكر لكم صراحة لو نشكر من هنا لبكرة ما هو فين حق. الشكر لك على جيتك وهذا شرف لنا. خلنا نختم بأغنية. ليش لا نغني تقول هجر ويعذرني المستمعين إذا أخطيت في بعض الكلام. طبعا وصلنا الأغنية